التدخين وحده يسبب أكثر من 50,000 تغيير في تعبيرنا الجيني. نعم، 50,000، مما قد يؤدي إلى قراءة خاطئة للشفرة الجينية. فماذا يحدث؟ ينشأ السرطان. نشرت في مجلة National Academy of Science عام 2008 ميلادي دراسة تمت فيها مقارنة بين مجموعتين من مرضى سرطان البروستاتا. المجموعة الأولى تم علاجها بالعلاج الكيميائي فقط، في حين أن المجموعة الثانية تم علاجها بتغييرات مكثفة في حياتهم وحميتهم الغذائية. فوجد أن المجموعة الثانية التي لم تتلقى العلاج الكيميائي أظهرت تغيراً إيجابياً في جين سرطان البروستاتا بما يزيد عن 500 تعبير جيني.